السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بألف صحة يا رب. كنشكركم بزاف على الكلام اللي قلتوه في حقي في الروتين اليومي، ألف شكر لكم. اليوم بغيت نشارك معكم بعض الهدايا اللي جاتني من الموقع بانكوت. الصراحة بفضل الله وفضلكم نتوما ودعمكم لي دعمكم لي وتشجيعكم لي جاوني هاد الكادوات. نبداو على بركة الله. خديت هادي، عجبتني هاد، شنو نقول لكم، هاد اللعيبه ما عرفتش لا سميتها، هي زويونه. ايوا فاش نبقاو نحطو العسل في الطبيسلات وكيبقى يضيع نديرو في هادي، كتخدم هكا. يعني تبغي تحط مثلا، تبغي تسقي مسمنه ولا حريشه ولا، كتخوي هكا، كتورك على هاد اللعيبه هكا وكتخوي العسل هكا وترجعها هنا. وخديت هذا حتى هو زويون، واللي بغيت نقول لكم عندهم واحد لومبالاج رائع. هادي راه بحال منفوخه بالبرد، يعني ما كيت واخا كيجيو من بلاصه بعيده ما كيتهرسوش، حيت كيديروا لومبالاج زوين باش فاش كيديرهم. نحيدو حنا هذا. هادي ديال غتكونوا عارفينها، ديال كنديروا فيها الكيك اللي بغينا نعمروا دوك الكويكبات لي مافين، كيجيونا سهل من ديك العويشقه. وكتبقى كنديروا القياس هكا ونهزو، قياس هكا ونهزو، حتى هي زوينه عجبتني اختاريتها هادي. وخديت هادي، هادي زوينه كنخدموا عليها، كنديرها فوق البوطاجي وكنخدموا عليها لاباط ديالتنا صابلي ولا مهم كرواسه ولا، كيعطيوك حتى بالنسبه لهاد السنتيمات. بحال واحد النهار درت واحد الكرواسه وكان عليا، كان راه حاطاها نيت في القناه، كان خاصني ندير السنتيمات هكا عوض باش نجيب سنتيم ونبقى نعبر، عاطيني هنايا. خديت هادو، انا الصراحه فاش شفتهم في الاول كانوا كيتحاولوا ليا، بانوا ليا كبار ولكن هما صدقوا صغيورين. هادو كيدارو في الثلاجه، كتلصقيهم هكا وكيجيو بحال المجيرات. المهم يدار فيهم فرماج، يدار فيهم. خديت جوج هادي وهادي بحال هانيت عليكم حتى هي كما قلت لكم. هادو جوجات نديرو غيخدمونا ان شاء الله في الثلاجه. وخديت هذا بحال اللي عنده مثلا كوزينه صغيره، بحال كوزينتي مثلا راه شفتوها. هذا زويون حتى هو، فيه الاحجام، راه كاين احجام كنظن كثار، حتى هو كيكون بحال الكبير، ولكن انا يمكن كتبغي الصغير. كاين هذا اللي كبير شفتوه، ها هو كيهز الفوق شبكه وهازين، والتحت دارو طناجر والفوق دارو طناجر. انا خديت غير الصغير فيهم اللي هو هذا، ها هو هذا مثلا نحطه في البوطاجي غادي يهز لي. فعوض فاش حاطه حاجه هنا غيهز لي هنا الفوق وغندير هنا لتحت. وخديت هاد البلاستيك، انا هادشي كنبومونديت عليه قبل من العيد، كان كيسحب لي غيجيني بحال مع العيد، كان بان لي في الصوره ديال الكونتيلاتور يسحب لي انا كل وحده بوحده، ولكن هي راه وحده طويله، يعني خاصني نشري ديك لاباري اللي كتقطع البلاستيك وكتسودي في نفس الوقت، ولكن ان شاء الله غتلقاو لها شي حل. غادي نسودي انا غير بالموس ندير الموس ونسودي بيه، هو كيصدق مزيان، وان شاء الله مع الوقت غنضمونديه هذيك لاباري اللي كتسودي عندهم. وبثمن ماشي غالي زعما بزاف، ممكن كتخرج لي 100 بلاستيكه هذه. وندوزو لاخر حاجه، هي هاد الصحن الدوار. هذا هو الصحن الدوار ديال جرانديزر، الا كنتو من الجيل ديالي غتعرفوا جرانديزر. هادي زوينه، كانت كتعجبني، كنت كنشوفها وكانت كتعجبني الصراحه، وخساريتها. بحالكم اللي تبغي تزينوا الكيك غادي يجينا سهل نحطوها وندورو ونديرو داكشي اللي بغينا نلصقو هكا. المهم هادو هما الهدايا ديالي من موقع بانكوت. وكاينه هذا حبيباتي اللي واحد تمشي كدار على اللحم كيبان بحال مخياط ولا، اختارها الابن ديالي وغتلقاو حتى هي الرابط ديال اسفل الفيديو. كنتمنى تعجبكم، وإلا عجباتكم ما تنساوش راه الروابط ديال هادشي كامل غتلقاوها اسفل الفيديو. بالنسبه اللي بغى يعرف الاثمنه ديال هادشي يدخل الموقع اللي اسفل الفيديو، غتلقاو الروابط اسفل الفيديو. وبالنسبه الى تقديتو من هذيك الروابط اللي كاينه في اسفل الفيديو، عندكم واحد الخصم كيتراوح ما بين 10 حتى 25%. هادشي مكان انا نقلت لكم هادشي بكل امانه. المهم الى عجبتكم الحلقه ما تنساونيش من لايك، واللي ما مشتركش يشترك، وخليت لكم الراحه وفي امان الله.